يا اهلا بكل حضراتكم، برحب بيكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده، وطبعا بدايه جديده وعهد جديد مع مجلس اداره جديد للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسه المستشار محمد مصطفى اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي اكيد حابين نتعرف من خلال وجوده على كل التحديات وكافه خطط المرحله القادمه ان شاء الله في هذه الرياضه. صباح الفل يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير يا كريم بي، اهلا وسهلا بك معانا، وده اول ظهور اعلامي بقى لحضرتك على الاطلاق. انا اتشرف طبعا ان انا موجود النهارده في قناه كبيره، قناه النادي الاهلي، واحب الاول اشكر حضراتكم يعني على يعني حفاوه الاستقبال وكرم الضيافه من اول باب الاستوديو بره، وده مش جديد على اعلاميين متميزين زي حضراتكم بتؤدوا رسالتكم بمنتهى المهنيه والامانه، ومش جديد على منظومه كبيره زي النادي الاهلي، يعني بيضرب بها المثل وبيحتذى بيها في مش في مصر بس، في مصر والوطن العربي وافريقيا والعالم كله في النجاح والاداره الرياضيه وارساء المبادئ. فانا سعيد بوجودك مستشار، كلك ذوق حقيقي. برضو حابدا اقول مبروك ان شاء الله، يعني تبقى فتره فيها انجازات كتيره. وبنتكلم عن لعبه التايكوندو، لعبه في مصر لا لها برضو يعني صيتها ولها مكانتها، خلينا نقول أكيد. وعندنا كوادر كتيره جدا محترمه. خلينا نبدا بحضرتك قبل ما نخش على اللعبه، يعني خلاص حضرتك توليت المنصب، اكيد في رؤيه، اكيد في شغل عايز يتم على الارض، اكيد في تطوير لهذه اللعبه، فخلينا نسمع ده من حضرتك في الاول. والله انا يعني تشرفت بتوفيق ربنا ليا ان انا كنت عضو مجلس اداره في الاتحاد المصري للتايكوندو دورتين متتاليتين من 2012، ثم رئيس الاتحاد الدوره الحاليه ان شاء الله 2021 2024 باذن الله. تولينا المسؤوليه يوم 30 ديسمبر. يعني شفنا طبعا انا وزملائي ان توزيع المهام لازم يبقى تحت مظله اي اداره رياضيه، بتنقسم لشق فني، شق اداري ومالي، وشق استثمار. فوزعنا يعني على طول الملفات، الشق الاداري والمالي تولاه العميد خالد محمود عبد المنعم بصفته نائب الرئيس والقائم باعمال المدير التنفيذي، ومعاه المحاسب مجدي طايل عضو مجلس اداره والمشرف على الاداره الماليه للاتحاد، واحنا بنقول بقى ان هو الصمام الامان عندنا وزير الماليه للاتحاد. اما العميد خالد ده رجل المهام الصعبه يعني في الاتحاد، اي حاجه مشكله بصدره فيها على طول. ومعانا برضو الرائد محمد فولي، ده تولى مسؤوليه لجنه الحكام والمناطق اللي هي الفروع المنبثقه من مجلس الاداره. الشق التسويقي والرعايه الرياضيه بيتولاه المحاسب حازم قنديل، وبيساعده في العميد انتوا بقى كمجلس محمود. ايه بقى الرؤيه اللي اكيد في رؤيه وموضوعه، خلينا نتكلم في الشق ده. هو الواجهه طبعا لاي اداره رياضيه هي الناحيه الفنيه اللي هو الشق الفني كويس. اللي هو الشق الثالث من تقسيم الملفات. الشق الفني ده احنا قسمناه باعتبار يبقى المشرف العام عليه على المنتخبات القوميه كلها كابتن ايهاب جابر، وبيساعده بقى اعضاء مجلس الاداره المهندس محمد عجيزه هو المشرف على المنتخب الاول، والمهندس مصطفى ثعلب هو المشرف على منتخب الشباب والناشئين، والمحاسب حازم قنديل المشرف على منتخب البارا تايكوندو، والمحاسب مجدي طايل المشرف على منتخب البومزه، والكابتن خالد فوزي المشرف على لجنه المسابقات. اكيد كل الاسماء دي بقى حاطه خطه ما للفتره الجايه ان شاء الله بالتزامن مع تولي بقى كل واحد فيهم ليه هذه المسؤوليه. ممكن تكون الخطه دي موضوعه انطلاقا من العقبات اللي واجهت مثلا مجلس الاداره السابق، او اللي بتواجه انتشار الرياضه في مصر، او النوع ده من المعوقات انجاز التعبير. وممكن تكون ما كانش فيه معوقات قوي، لكن انتوا عندكم رؤيه مختلفه شويه للي جاي ان شاء الله، من حيث تاهيل اللاعبين، صناعه الابطال في هذه الرياضه، من حيث تنظيم فعاليات ايفنتات في هذا الاطار الفتره الجايه، ده اكيد موجود مش كده برضه؟ اي اتحاد، اي منظومه رياضيه، اي نادي بيشتغل على حاجتين، بيشتغل على الخامات الكويسه اللي موجوده حاليا، ولازم في نفس الوقت ان انا اطلع صفوف وكوادر ثانيه ورا اللعيبه الفيرست، علشان هم دول اللي جايين بعد كده طبعا. يعني هدايه ملاك وسيف عيسى ابطالنا الاولمبيين اللي جابوا ميداليتين في اولمبياد طوكيو، فرحوا مصر يعني كلها، ما كانوش هم جايين في الدوره السابقه فقط، لا ده الشغل عليهم كان من طوكيو، من لندن 2012 مع هدايه ملاك، ومن اولمبياد الشباب في نانجينج في الصين مع سيف عيسى في 2014.
فالصعوبه ان احنا بنشتغل على مستوى الكبار اللي احنا عاوزين نخرج منهم حد ان شاء الله يعمل لنا ميداليه في باريس 2024، وفي نفس الوقت بنستهدف فئه الشباب والناشئين اللي هي لازم هيطلع منها بعد كده حد ان شاء الله برضو يجيب لنا ميداليه اولمبيه. فاحنا بنشتغل على المستويين، مستوى الكبار ومستوى الشباب، مع متطلبات بقى في وجود التسويق والرعايه الاستثماريه، لان الاستثمار حاليا او الاستثمار الرياضي وضخ الاموال في الرياضه هو ده اللي بيخلي الاتحاد يقدر يشارك في بطولات ويسافر ويعمل معسكرات اعداد كويسه، يصرف على المنتخب بطريقه محترمه ويعمل جوائز قيمه كتحفيز للعيبه. طبعا 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 مع وجود طبعا الدوله في ظهر الاتحاد، ممثله طبعا في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هو الرئيس الرياضي اللي اول كلمه اطلقها على الرياضه لما قال الرياضه امن قومي، في وجود برضو الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لانه كان حريص حتى انه يستقبل منتخب البار عندنا لما حققنا كاس تاني افريقيا، استقبلهم بعدها ب 48 ساعه، وده كان استقبال رفع من معنويات الاولاد جدا جدا. فيعني احنا بنحاول حاليا ان احنا نشتغل على الكبار ونطلع من الشباب كوادر تبقى صفوف تانية تحت الكبار، علشان إن شاء الله نعمل حاجة في اللي جاي. طيب حلو جدا، وفكرة إن أنا ببص للمستقبل وببني على المستقبل، ده هياخدنا لباريس، أولمبياد باريس 2024. وسيادة المستشار قول لنا من دلوقتي، يعني إحنا بنتكلم لسه في كام سنة أو هم سنتين يعني فاضلين، بس خلاص الوقت بيجري بسرعة جدا، والاستعدادات لازم تكون من بعد ما رجعنا من طوكيو، فاستعداداتنا إيه دلوقتي؟ إحنا ابتدينا الاستعدادات من بعد 15 يوم من تولي المسؤولية. جمعنا المنتخب الكبير الأول، دخل معسكر في المركز الأولمبي للفرق القومية في المعادي، وبعدين سافروا على الإمارات، كان معسكر خارجي كان فيه 4 دول. المعسكر ده كان تحت إشراف أحسن مدرب في العالم لعام 2021، مدرب صربي، ثم شاركنا بيهم في بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة. الكلام ده حصل في خلال تقريبا 25 يوم من بداية المجلس الحالي. الحمد لله ربنا وفقنا في 15 ميدالية في كأس العرب. عملنا ترتيب عام أول للمنتخب الأول عندنا، المنتخب الكبار، وهو ده المنتخب اللي احنا شاركنا بيه. لكن ما قدرناش نشارك في منتخب الشباب والناشئين علشان فترة الإعداد كانت قصيرة مع كمان الإمكانيات، فاحنا ركزنا على الكبار وخدنا ترتيب عام تاني وسط الدول العربية على مستوى مختلف المراحل السنية. وفي بطولة الفجيرة الدولية التاسعة عملنا 5 ميداليات برضو للكبار، والأندية برضو اللي عندنا حققت مراكز، نادي صيد القطامية ونادي وادي دجلة خدوا المركز التاني والتالت وسط الأندية العربية كلها. في نفس الفترة دي، في نفس التزامن، احنا شاركنا في بطولة افريقيا للبارا تايكوندو، كان رئيس البعثة المحاسب حازم أنديل، شاركنا ب4 لعيبة، 3 أولاد وبنت، جبنا 3 ميداليات ذهب الحمد لله، ودي كانت أول مشاركة تقريبا حقيقية من فترة بعد الأولمبياد. خدنا ب3 ميداليات ذهب دول ترتيب عام تاني أفريقيا وكأس أحسن لاعب. وأول ما رجعنا زي ما أنا ذكرت من شوية، كانت الوزارة الممثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف كان حريص على تكريمه، واللجنة الأولمبية برضو كانت حريصة على تكريمه. يعني احنا نقدر نقول استعداداتنا، فاحنا خطة النشاط احنا خطة الإعداد احنا ابتديناها بالفعل كويس. عملنا خطة إعداد من يناير 2022 لحد او الى باريس 2024. قدمنا خطة الإعداد للوزارة واتناقشنا فيها في اللجنة الأولمبية، واتناقشنا فيها في اللجنة البارالمبية، لان برضو من ضمن خطة الإعداد إعداد المنتخب البارالمبي، لان احنا برضو الحمد لله ربنا طبعا وفقنا. دول جابوا لنا ميداليات قد كده، ربنا وفقنا في ميداليه للبطل محمد زياد، البطل البارالمبي بتاعنا اللي جاب لنا فضه في اولمبياد طوكيو. جميل. احنا برضو عايزين نوضح للناس اللي بيتابعونا دور الاتحاد، طبعا يعني في حاله حضرتك هيكون الاتحاد المصري للتايكوندو، لكن احنا بنتكلم بشكل عام دور الاتحاد، يعني اي لاعب للتايكوندو مقيد في اي نادي من الانديه بيلعب في النادي ده بشكل نظامي، بطبيعه الحال لازم يكون مقيد في الاتحاد عندكم. أكيد. مش كده برضو؟ أكيد. هل ده معناه ان مفيش فرصه ان حد ما يكونش مقيد في نادي ما ولكنه قد يكون بيحمل موهبه استثنائيه ممكن الاستفاده منه، ولا هيكون صعب لمجرد ان هو غير مقيد
في نادي من النوادي. دي نقطة. النقطة الثانية شكل التعاون اللي بين الاتحاد المصري والاتحادين القاري والدولي أو الإفريقي يعني والدولي بيكون عامل إزاي لتدعيم انتشار الرياضة دي في مصر؟ هاخد السؤال الثاني وأرد عليه الأول. اتفضل. التعاون بالنسبة ما بين الاتحاد المصري والاتحاد القاري اللي هو الإفريقي أو الاتحاد المصري والاتحاد الدولي على خير ما يرام، لأن احنا عندنا عضو مجلس إدارة بصفته الدولية معانا في الاتحاد الكابتن محمد شعبان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس لجنة المسابقات، وكان زميلي في دورة 2012-2016. لا يبقى مفيش أحلى من كده. تعالى واحنا استخدمناه في إن احنا نوجد لمصر بطولة مصر الدولية إن شاء الله في شهر يوليو القادم، إن ما كانتش محجوزة، فاحنا الحمد لله يعني حجزنا ميعاد فيها وأكدناه إن شاء الله آخر يوليو 2022. تواجدنا مع الاتحاد العربي والإفريقي كان على خير ما يرام، في ممثل في النشاط اللي احنا عملناه معهم في البطولة العربية في الفجيرة وبطولة أفريقيا اللي كانت في النيجر اللي هي بطولة البارا تايكوندو. بالنسبة للاتحاد الدولي زي ما قلت لحضرتك احنا متواصلين معهم مباشرة، بنعمل حاجة دلوقتي كويسة جدا جدا. احنا عندنا منتخب الشباب والناشئين هيبتدوا النهاردة ان شاء الله منتخب الناشئين التصفيات المؤهلة لمنتخب مصر، وبعده الأسبوع الجاي منتخب الشباب، وده تحت إشراف المهندس مصطفى ثعلب. في اشتراطات جديدة اتحطت من الاتحاد الدولي، قياسات الوزن لازم يتناسب مع الطول بنسب معينة علشان دي اللي هيبقى بعد كده عليها التعديلات الدولية. فإن شاء الله إحنا أول اتحاد بإذن تعالى في العالم إن شاء الله هيطبقها في التصفيات اللي هتجرى من النهاردة لحد يوم السبت بمشاركة 580 لاعب ولاعب في الناشئين، وبعدها إن شاء الله تصفيات منتخب الشباب. ده الشق الثاني 17 سنة. الجزء الأول، الجزء الأول عدم إن اللاعب ما يكونش مقيد. الجزء الأول مفيش ولد أو بنت هيفكر إن هو هيلعب تايكوندو إلا وهيبقى ليه مكان، سواء في نادي أو في مركز شباب أو في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي اللي عاملاه الوزارة، أو المشروع القومي للبطل البارالمبي اللي عاملاه الوزارة. فلازم أي لاعب أو لاعبة هيفكر إن هو هيشارك في تايكوندو، هيشارك في نادي، في مركز شباب، في مشروع، في هيبقى مسجل عندنا. وإحنا بنذلل كل الصعاب لتسجيل الأولاد، وبنعمل يعني بنشتغل حاليا على موضوع التحول الرقمي، وده الملف ده بيديره عندنا العميد خالد محمود والمحاسب حازم انديل والمحاسب مجدي طيب، بحيث ان يبقى في تسهيل ويسر في تسجيل اللعيبه الكترونيا، والاختبارات الحزام تتم في موعدها بصفه دوريه. احنا من 24 يناير 2022 لحد النهارده اختبرنا على مستوى الجمهوريه 3000 لاعب ولاعبه اختبارات احزمه تحت الاسود اللي هي الالوان. وان شاء الله بكره في اجتماع كمان بنعمله مع لجنه المختبرين العليا واللجنه العليا للاحزمه علشان نيسر اختبارات الحزام الاسود الدولي، ودي الحاجات دي كلها تنعكس على كثافه مشاركه اللاعبين في المنتخب. طيب عظيم. طب انا عندي سؤال برضو خاص بفكره هنا، يعني الاهتمام بالنشء والمواهب، باكتشاف المواهب، وفكره هنا نشر اللعبه في المدارس، لان المفروض دي ضمن الخطه برضو لو حضرتك تصلح. اكيد. ازاي انشر ده، وازاي يعني هل تمت بالفعل خطوات علشان احقق ده ولا لا، بالتنسيق طبعا مع وزاره الشباب والرياضه والتعليم؟ هو تم بالفعل، واحنا كان عندنا اجتماع يوم الاربعاء اللي فات في وزاره الشباب والرياضه في وزاره التربيه والتعليم. كان من عندهم بعض وكلاء الوزاره، واحنا من عندنا فوضنا المحاسب حازم انديل حضر الاجتماع، والاجتماع ده كان تمهيدي لاقامه بطوله الجمهوريه اللي اقيمت يوم السبت اللي فات في المركز الاولمبي. البطوله انقسمت لشقين، شق خاص ببطوله الجمهوريه للبنين وشق خاص لبطوله الجمهوريه للبنات. فكمان بطوله الجمهوريه للمدارس بيحصل تصعيد من المدريات التعليميه في مختلف المحافظات، يعني كل مدريه تعليميه في محافظتها بتعمل بطوله المدارس، وبيتصعد منها الحاصلين على المراكز الاوائل لبطوله الجمهوريه اللي هي اتلعبت في المركز الاولمبي يوم السبت بالفعل. والبطولات دي هي اللي احنا كنا بنلعبها زمان واحنا صغيرين، وهي دي اللي بتفرز النشء، وبنشوف من خلالها مواهب محترمه جدا
وخامات كويسه نقدر احنا نشتغل عليها في اللي جاي باذن الله. حلو قوي. ليه التايكوندو مش من الرياضات اللي نقدر نقول ان في هيمنه وسيطره مصريه فيها؟ يعني مثلا كما هو الحال في السكواش، كما هو الحال في بعض الرياضات الثانيه اللي يمكن اكثرها رياضات فرديه الى حد كبير، وده اللي بيخلي برضو في فرصه كافيه ان في اسماء بعينها تلمع قوي في سماء هذه الرياضه. ليه التايكوندو مش حاصل فيه كده؟ هل احنا عندنا يعني برضو في المقابل في دول معينه تلاقيها مميزه قوي وطول عمرها عبر تاريخها خصوصا في الرياضات القتاليه او رياضات الدفاع عن النفس، احنا نقل عنهم في ايه؟ هو في الالعاب اللي حضرتك ذكرتها فيما يخص الاسكواش و احنا ارتبطنا في يعني في الاسكواش من بدايه احمد براده وتوالد بعده بقى طبعا. لكن وفي التنس برضو في بيطلع نشء كويس جدا وبيعمل بطولات عالميه، لكن ايوه بس كان الكبير عندنا وقتها كان كابتن اسماعيل الشافعي لو حضرتك تفتكر، كابتن اسماعيل الشافعي وامير وجيه وناس كتير جدا صحيح. لكن الى جيلنا الحالي نور الشربيني ومحمد الشرباجي وكريم الشرباجي، يعني اسماء كتيره جدا. وكذلك مثلا في الفروسيه هتلاقي ثلاث اربع اسماء، يعني في رياضات كده ايه تحس ان احنا متواجدين فيها دوليا على استحياء، في حين ان في رياضات ثانيه لا ده احنا متسيدين العالم بالمعنى الحرفي. هي كل لعبه وليها ظروفها وكل لعبه وليها منافستها. كان الاول المتصدر المشهد في التايكوندو كوريا اللي هي بلد المنشا للعبه، كوريا الجنوبيه. حاليا كوريا يعني كوريا بتنافس وفي منافسين بيعلوا عليها زي انجلترا زي ايران زي اسبانيا زي المكسيك زي مصر، عندنا احنا برضو بننافس كويس جدا وبنرجع ان شاء الله لمكانتنا افريقيا وعربيا وان شاء الله قريب باذن الله تعالى عالميا. والميداليتين اللي احنا جبناهم الحمد لله في الاولمبيات وقبلهم ميداليه هدايا في 2016 في ريو برضو الحمد لله بتؤكد ان احنا بننافس عالميا، وعندنا اولاد بيعلقوا ميداليات في بطوله العالم للشباب وبطوله العالم للناشئين تحت 14 سنه، احنا في بطوله العالم للناشئين في شرم الشيخ في 2017 احنا عاملين 5 ميداليات في بطوله العالم، وفي بطوله العالم للشباب عملنا 3 ميداليات، فاحنا بننافس وعندنا امكانيات وعندنا خامات كويسه. الدليل على كده ان احنا لما جمعنا المنتخب في 15 يوم وطلعنا بيه بطولة قوية في زي كأس العرب والبطولة الدولية المفتوحة للتايكوندو في الفجيرة، البطولة دي بيجي لها الفرق والدول من كل حدب وصوب زي ما بيقولوا، القاسي والداني بيشارك فيها، دول أجنبية كتير جدا. احنا الحمد لله كنا واقفين على جيلنا وعندنا خامات كويسة وأولادنا قابلوا فيها بلاء حسن، ينقصنا دعم مادي قوي ورعاية رياضية تسويقية محترفة علشان ان احنا نفضل شغالين على الأولاد دول، وإذا الكلام ده حصل بإذن الله تعالى إن شاء الله هنعمل حاجة قوية جدا في الأولمبيات اللي جاية. فإحنا بننافس، دخل معانا دول كتيرة، تعديل القانون بصفة مستمرة بيخلي في تكافؤ فرص ما بين الدول، آسيا دلوقتي ما بقتش هي المتسيدة ولا متصدرة المشهد في التايكوندو، لا بالعكس أوزان كتير جدا جدا، الغرب والافارقه والعرب بقوا متسيدين فيها الموقف يعني. فيعني لا الامور ان شاء الله يعني هتبقى افضل في اللي جاي باذن الله تعالى. طيب خلينا نختم بالاولمبياد لان ده بيهمني جدا برضو، اعتقد بيهم جميع المصريين في الاول وفي الاخر من اي لعبه يعني بتشارك بيها مصر. لو احنا هنتكلم عن هدايا ملاك وسيف عيسى والميداليات دي، لو احنا هنقول هنقدر نحافظ عليهم وما هو قادم نقدر نضيف عليه في باريس 2024، يعني هل دي رؤيه الاتحاد طبعا تحت قياده حضرتك ولا الوضع زي؟ خلينا برضو نبقى فاهمين. خليني اقول لحضرتك ان يعني هدايا ملاك بتلعب اولمبيات من لندن 2012 ثم طوكيو ثم ريو ثم طوكيو. سيف عيسى شارك في اولمبيات الشباب في 2014 وعمل فيها برونز، ثم اولمبيات طوكيو وعمل فيها برونز. لكن لو هنفضل على اثنين او ثلاثه اهو ونشتغل عليهم، لا احنا نبني عليهم، هيبقى صعب لان لازم اامن نفسي لاي ظرف ممكن اي حد فيهم يتعرض ليه. يعني هدايا ملاك في الفتره اللي فاتت بعد الاولمبياد حصل زواج وانشغالات اجتماعيه. سيف عيسى دلوقتي يعني بنبارك له لانه احنا كنا في كتب كتابه وزفاف الاسبوع اللي فات، ده الاولمبياد والشاحن وقبلها في جراحه،
في ركبته، فبالتالي احنا لازم بنشتغل عليهم، ما احنا بنبني على ابطالنا وعلى طبعا. ناس تانية. تمام. فاحنا كترنا الاختيارات والانتقاءات اللي عندنا. أيوة. في الكبار. الرؤية دي كانت رؤية المهندس محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول. زودنا عدد المدربين في المنتخب الكبير بحيث أن كل 5 لاعبين بالكتير يبقى معاهم مدرب. حاليا هم في معسكر، يعني رجعوا من البطولة الدولية سواء الفجيرة أو كاس العرب، دخلوا في معسكر مغلق. في تصفيات بتتعمل بعدها حصلت في اتحاد الشرطة الرياضي، انتقينا من الافضل، دخلناهم على حطيناهم مع المنتخب اللي احنا شغالين بيه، وكل يوم في شغل فني جديد جوه المنتخب بحيث ان احنا نقدر في الفتره الجايه يبقى عندنا في كل ميزان بدل لاعب يبقى عندي 2 وعندي 3، في اي وقت احتاج ان انا استعين بواحد فيهم الثلاثه المفروض لو انا عاوز اعمل حاجه كويسه في الاولمبياد يبقى الثلاثه يبقوا زي بعض نفس المستوى. ان شاء الله تقدروا تعملوا حاجه كويسه. طبعا احنا حاليا عاملين برضو في هذا، ردا على سؤال حضرتك، احنا عاملين معسكر في عز الدخيله للمنتخب البومزه اللي هيشارك في بطوله العالم في كوريا الجنوبيه في شهر ابريل الجاي. كويس. عز الدخيله برئاسه المهندس سيد ابراهيم متعاون معنا جدا. في معسكر برضو تاني في برضو منتخب البومزه في نادي وادي دجله برئاسه الاستاذ طارق راشد، برضو مقدم لنا كل التسهيل. عملنا تصفيات منتخب مصر للبومزه، عملنا معسكر المنتخب البارالمبي اللي جاب لنا تاني افريقيا في نادي الزور برئاسه المشرف محمد الدمرداش، قدم لنا الراجل كل التسهيل. طب احنا احنا وقتنا خلص، بس بجد سياده المستشار من كلام حضرتك قدرنا ان احنا نستشف ان في باذن الله حاجه حلوه قوي جايه في رياضه التايكوندو تحديدا، النهارده كمان تحديدا في تصفيات منتخب مصر بمشاركه 580 لاعب في نادي طلائع الجيش التابع لجهاز الشرطه الجهاز الرياضه للقوات المسلحه برئاسه اللواء خالد شكري. انا بوجه له برده كل الشكر على تعاونه معانا. كل التوفيق ان شاء الله. كل الشكر على وجودك معانا في حلقتنا النهارده. مليون مبروك المنصب الجديد وقدها وقدود ان شاء الله، ومنتظرين منكم الكثير. اشكركم. شكرا على وجودك معانا. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم تاني فقرات الحواريه. خليكم معانا.